تنظم هيئة علماء المسلمين المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث للفترة من 8 حتى 10 من شعبان من سنة 1440 هجرية، 13 وحتى 15 من نيسان الجاري، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين. يهدف المؤتمر الذي يعقد في عمان لتوثيق مرحلة مهمة من تاريخ العراق وكشف تفاصيل الحركتين العلمية والفكرية في العصر الحديث وبيان علاقة التأثر والتأثير بين العراق وحواضر العالمين الإسلامي والعربي في القرون الخمسة الأخيرة.